يا رب علمني أن أتمتع بشباب، وهل من شباب بدون إيمان؟ وهل من حب بدونك أنت الحب؟ أعطني أن أنهل منك حبا وإيمانا، وأن أعيشك وأتحد بك. يا رب اقبل في هذا المساء المبارك آمالنا وطموحاتنا، اجعل من أحلامنا طريقا نيرا إليك. يا رب اجعل بذور الخير يانعة لزمن الشر، وبذور الحب غالبة لوقت الحقد. أسر ثمار الوفاء في زمن الخيانة والغدر، وثمار العطاء في زمن قل فيه العطاء. يا رب اجعل من ضعف النفس إرادة، ومن ضعف فكري قوة، لأوقن أن الفضائل ثلاث: الرجاء والإيمان والمحبة، وأعظمها المحبة. يا رب علمني أن أحضر وقتي في شهادة الحق ودحض الباطل لأشهد لك في صبايا. يا رب السلام اجعل سلامك يعم أرضنا ووطننا، وأقلع براعم الشر من نفوسنا وعالمنا. احفظ ملكنا والأسرة الهاشمية، وأغمرهم بنعمك وبركاتك. أنزل يا رب شآبيب رحمتك على مدرستنا، واجعلها منارة للعلم وصرحا للأخلاق وموطنا للأمان والسلام. يا رب أشكرك على نعمك وعطاياك التي أسديتها على والدي وأهلي ولدي وأهلي، وعلى راهباتي ومعلماتي. عليك لبقيت واقفا غير مخيب، لو رأيت كل شيء يموت حولي لبقيت حيا، فأنت معي وأنا معك. آمين. صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية الطباع حفظها الله، مديرة المدرسة الأخت إلين فرح جزيلة الاحترام، الأخت دانيلا جزيلة التقدير، المعلمين والمعلمات الأفاضل، الحضور الكريم، يزدان يومنا بخيوط الحب والاعتزاز، ويتألق مساؤنا بشذى الفرح والنجاح، ونحن نحط الرحالة متطلعين إلى لحظات العمر القادمة نحقق فيها أجمل الأحلام، ونرسم من خلالها أبهى الطموحات. فقد آن للصبر أن يثمر، وللإصرار أن يزهر، وللهدف أن يتحقق، فيخفق القلب فرحا، وتنطق النفس أملا، وتسعد العيون انطلاقا إلى عتبات علم جديدة نصنع بها ذواتنا، ونسقل بها فيها شخصنا، ونهذب من خلالها مواهبنا، لتكون بصمات الإبداع والمعرفة عميقة جلية تعكس آثار صرحنا العلمي الزاهي الذي احتضننا سنين عديدة، بيتا طاهرا نقيا كريما، نهلنا من ينابيعه وارتوينا من مشاربه، فكرا نثرنا في زواياه لحظات العمر، وسكبنا على أرضه مشاعر متنوعة ومواقف متعددة تتأرجح بين الحزن والأمل، بين الحزن والفرح، بين الأمل واليأس. فكان حضنا دافئا وملاذا قويا وصديقا وفيا، إلى أن اشتدت السواعد لارتداء أثواب التخرج كبرياء وعزا. ومن بواعث السرور ودواعي التميز في هذا المساء الغامر وجود أميرتنا الجميلة عالية الطباع. التي تعلي الهمم بتشريف حفلنا ومشاركة فرحنا، وتزين صرحنا العلمي بطلة بهية يانعة ولمسة فخر حانية، تذكي في نفوسنا العزمة وتشعل في مسيرتنا القوة، لنسير في قطار العلم صامدين، وكلنا إصرار على تحقيق ما نصبو إليه. نفخر بك أيتها الأميرة ضيفة تجمل مدرستنا وتبارك شهاداتنا بلمسات طيبة، ونفرح لحضورك السامي بيننا، فأهلا بك وردة شذية تفوح بعطرها، وسنبلة شامخة مليئة بالخير والعطاء. مديرة المدرسة الأخت إلين فرح، تنكسر الحروف خجلا وتتبعثر الكلمات ضياعا، فكيف لها أن تنطق في هيبة حضورك
وتصف همس قلبك الدافئ لا قدرة لها على مجابهة بريق عينيك وعظم ندى يديك، وأنت تختزلين معاني الأمة في حنوك علينا وحرصك الدائم على شخصنا وانشغالك المستمر في تحقيق حلمنا. جميعا لمسنا الطيبة في ثنايا حديثك وشعرنا بالحب من صميم قلبك، نستمد العزم والإرادة من طي كلماتك ونوقد مشاعل الأمل من ثنايا تشجيعك. كنت دائما مثالنا الأعلى في الإيمان والمحبة والعطاء، لذا نعاهدك أن نكون شجرة طيبة التي تثمر ثمرا طيبا والأبناء الصالحين في موضع فخرك الدائم، ننثر درر هذا الصرح في كل مكان، نضيء بما غرسته في نفوسنا من قيم وفضائل لنعيد إليك بعضا من ندى قلبك وجميلا من أيام تعبك، وألسنتنا دائمة الدعاء لك بالصحة والقوة والبركة ليستمر حضورك تألقا للأجيال القادمة إن شاء الله. ونود في هذا اليوم الأغر أن نشارك احتفالكن في الذكرى المئوية لتأسيس الرهبنة، لنبارك لكن هذه المناسبة العطرة ونقدم لكن أجمل التهنئة، فرسالتكن الروحية والإنسانية سمت إلى عنان السماء فخرا وسخاء، فكان وجودكن في حياتنا نحن الطلبة نعمة أخرى من نعم الله علينا. فاقبلي منا نحن أبناؤك الطلبة عربون حب ووفاء ورمز فخر وبهاء لجهودكن العظيمة، فكل عام وأنتن بخير وصحة وهمة عالية. معلمين الأفاضل، معلماتنا الفضليات، نود في هذا المساء أن ننحني إجلالا أمام رسالتكم العلمية السامية ونسوغ إكليل غارب نتوج به هاماتكم العالية، ونخيط عبارات الشكر والثناء ونعمل الرسام لملامح مستقبلنا. رصفتم طريقنا بالانتماء والإخلاص، وسقيتم نفوسنا بحبات العرق، وأشعلتم عقولنا بشعلة العلم والمعرفة، غرستم فينا المبادئ والفضائل، وكنتم خير آباء وأمهات بحبكم وعطفكم ورعايتكم وحنانكم، فصنعتم أجيالا يفخر بها الوطن ويتباهى بها القاسي والداني. دمتم معلمين أوفياء ودامت أيديكم البيضاء الندية سندا وفيضا دون حدود. بارككم الله وأدام عليكم وفير نعمه. آبائنا وأمهاتنا الأكارم، يتضاعف فرحنا اليوم ونحن نقدم لكم هذا الإنجاز، ونكافئ لكم حرصكم وتعبكم، ونرد لكم جميل تضحيتكم من أجلنا. نتمنى أن نكون موضع فخركم وعلو رأسكم، نسجي لكم من القلب الثناء ومن الروح الوفاء، متمنين أن نكون على قدر الثقة التي وضعتوها بنا وبحجم الأمل الذي رجوتوه، نحقق آمالكم المنتظرة عمرا طويلا، ونترجم تربيتكم الصالحة وعنايتكم الدائمة. لكم منا أصدق الدعاء بالعمر الطويل والحياة الهانئة بإذن الله. أميرتنا الغالية، حضورنا الكريم، ما أجملها من لحظات انتظرناها طويلا، وما أثراها من أمال نسعى إلى تحقيقها، أولها حب الوطن والوفاء إليه، نعاهده أن نكون سياجه المنيع وشبابه الفتي وسواعده القوية ومستقبله الأغار، نرسم في قلوبنا صورته المثلى ونطبع في ذاتنا تطلعات لنسير بها أمانة في أعناقنا، نصب إليها جنبا إلى جنب مع آمالنا وأهدافنا، لنكون السواعد الصامدة للقائد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ورواسيه الثابتة التي يعتمد عليها في تقدم الوطن ومسيرته. فالأردن يسكن سواد العين ويسكن في سويداء القلب ليبقى الأعلى والأغلى والأكثر شموخا وعزا بإذن الله. مساء الخير، مساء الدلة والمهباش، والفنجان يعدل الراس،
مساء الخير على كل الناس، أقولها من قلب صافي يفوح بالحب والإحساس. يا مرحبا بيكم يا هلا وأهلين، والهلا تلحق هلا ترحابا. يا مرحبا بيكم يا هلا وأهلين، عدد من وتر سن الربابة. يا مرحبا بيكم يا هلا وأهلين، عدد من السماء ساقت سحابة. يا مرحبا بأميرتنا ويا هلا وأهلين، شهامة وشرف والمجد دقاق بابا. ويسعد مساك. Madre Danielle, Sister Ellen, beloved parents and teachers, distinguished guests, fellow graduates, good evening. This is the end of the past, so now this is it. The end of 14 blissful years of school life. Looking back at all these years that we have spent as students, we can't help being overcome with a feeling of nostalgia and emotion. We realize that today we depart with mixed emotions. Joyous that we are prepared to deal with life's challenges, yet disappointed that we have to leave school in order to move on in life. We will now embrace the future bravely. Future isn't something we dream anymore. It's right here where our hands can reach. It truly begins here today. Everything has happened as fast as a blink of an eye. We started high school as children. We met in our arrival 14 years ago, but now the time to leave has come. All through these years, we have overcome our lack of knowledge, and now we leave this place, the Franciscan Sisters St. Joseph School, as adults. We have completed to build our bases that will help us to overcome future. All of us will continue to study. However, each of us will walk his or her own path. It doesn't matter where we head or what we accomplish. I assure you there are challenges waiting for us. I dare to ask you and myself to defeat those challenges straight on, with our heads held high and our hearts opened but protected. And hostile. I encourage you to try to excel at anything you do. Make excellence your odyssey at every task. Live your own potential. Teach as you walk forward in life. Make the world an awesome place as you work to make your life successful. And make stunning contributions to society. Before we leave, we start looking back to our moms together. We leave our school filled with our joy, our earnings, our tears, and all of our experience as brothers and sisters. Congratulations, beloved graduates of Class 2019. Wherever we reach and whatever we perform, may we forever be friends as we meet again. We are honored to be welcoming everyone to this solemn and heartwarming event. We fiercely worked to meet this achievement. Feat accomplished not by ourselves alone. We owe a glorious debt of gratitude to many people. First and foremost, to God. Thank you for letting us breathe, eat, and stand against our own difficulties. Thank you for placing us, the right people, in our path. To our parents, thank you for overcoming our unpleasant posture as we grew, and supporting in uncountable ways. Among your responsibilities, you gladly drag our bodies out from bed to make sure to be fed and clothed for school. You helped us with our homework. You stood right in front of us, guarding us as a shield to protect us. You listened to every single complaint. You gave us a spans of ways. You have supported us in our journey. To our teachers, thank you for sharing your time, your talent, and knowledge with us. Definitely,
It's your job to do so. But what you have done for us is way beyond your duty. You explain assignments with so much effectiveness. Sometimes you had to repeat everything because you weren't paying attention. You made the acknowledgement to be more interesting, so we wouldn't just tune out. You demanded excellence every time. You set a stand and told us to walk there, there where glory awaits for us. To our supervisor, Ms. Collette, who kept things running smoothly so our teachers could teach and concentrate on us, you showed us the true meaning of school and how to give our best effort at every situation. To our principals, Madre Danielle and Sister Ellen, who showed us teamwork to achieve a common goal, and how imperative discipline is. Thank you for listening and trying to maintain us in the right path to achieve graduation. It is because of your help that we are graduating today. We really enjoyed every single second of it. Your Royal Highness, we would like to thank you for coming and privileging us with your presence as always, and sharing with us these memorable moments. May God provide Your Highness and your family with love, health, and bless every moment of your life. May His gifts of peace and love remain with you to carry on the noble mission, which is giving hope and love, supporting peace all over the world. Last but not least, the best way we can show our gratitude is to stand here, to graduate, and to continue forward in our lives, knowing that you all helped us reach our destiny. Thank you for your intentions to make the world a better place. Thank you. Have a nice evening. Sonaltes, Princess, Ali Taba, the Grand Sœur, the Grand Père, chers professeurs, parents et invités. Votre présence nous est très chère pendant cette journée inoubliable de notre vie. Après des longues années d'attente, nous voilà aujourd'hui prêts à confronter notre avenir. Armés d'amour, d'effroi, de discipline et d'éducation. Tout cela, grâce aux instructions de notre directrice Sœur Hélène, aux prières de Sœur Daniela, à l'encouragement de nos professeurs et au soutien infiniment pour la gentillesse et la patience que vous nous avez montré pendant toutes les années scolaires. Vous êtes les anges gardiens envoyés par Dieu pour illuminer notre chemin et vous guider vers un meilleur avenir. Chers amis, nous avons vécu ensemble des moments de joie et de tristesse, de réussites et d'échecs, de hauts et de bas. Bientôt, chacun de nous choisira son chemin. J'espère que vous réaliserez vos rêves et vous atteindrez votre but et pourtant votre flambeau allumé pour contribuer à la prospérité et au développement de notre pays, la Jordanie. Et pour terminer, permettez-nous, chère princesse, de vous remercier chaleureusement d'avoir accepté de partager avec nous le bonheur de ce jour. Merci.